استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصا على توفير حياة كريمة للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، تواصل مؤسسة حياة كريمة تنفيذ مبادرة لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مدعمة ومناسبة. تهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين لتكون بشرى سارة للجميع. وتتميز المبادرة بأسعار منافسة توفر اللحوم والدواجن بأسعار أقل من السوق لتكون في متناول الجميع مع جودة عالية، حيث يتم تقديم لحوم بلدية طازجة تخضع لرقابة بيطرية صارمة لضمان سلامتها وجودتها مع تغطية واسعة، حيث ستتوسع المبادرة تدريجيا لتشمل جميع المحافظات المصرية بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين ودعم الطبقة المتوسطة. وشهدت المبادرة إقبالا كبيرا من المواطنين على جمع وجميع منافذ مؤسسة حياة كريمة بأنحاء الجمهورية لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وسط إشادة كبيرة من جميع المواطنين. وتعمل المبادرة على دعم الإنتاج المحلي، حيث تسهم في دعم المزارعين المحليين وتشجعهم على زيادة الإنتاج.